في أوصاف ما حأسلك سجلت الرهان وكل عزيز لعزك يا مصير سلام يا احمد. شكرا شكرا يا اولاد شرق النيل، انت وحسن محجوب قاعدين في مكان واحد، اشتغلت شرق النيل ما شاء الله عليكم. المحنه والحنيه في شرق النيل، والمحنه تاثيرها دائما من البعاد بيكون واضح على المتاثر. نعم. اذا كان الحنين الى مكان او الى انسان. نعم. وراك شنو؟ والله انا صراحه ممكن اعترف لك انا صادق معك جدا. ايوه قول. كنت سرحان في الحب في وشاف تعذيب فؤادي بحبك ملان ملان. نعم. ورجعت وبتكلم مع نفسي زي ما كنا بنتكلم في اوقات تانية عن العلاقه الطرديه ما بين المحبه والحاجات الممكن تأثر على الزول. ما أقدر أقول يعني، لأنه هي حاجات كثيرة، شوق وحنين وألم وتفاصيل كثيرة جدا، البعاد مرارة كثيرة، البعاد مرارة ومرارات كثيرة، يعني ممكن نتناولها بأكثر من لفظ، لكن هي بتتناسب مع الزمن اللي بيبعد فيه المحبوب والمسافة اللي بيبعدها المحبوب، وكيف انه الحاجات دي مرتبطه وجدانيا بالمحبه دي.
يعني يعني الفتره الزمنيه مع مستوى التاثير يا اخي. بعدين ذاته دي المحبه ذاتها الخل اتطورت علاقتنا مع النوع ده من الغنى. صحيح. يعني يعني بهذه المحبه ان احنا قاعدين نحبها للغنى ده بنمشي ابعد من اللحن شويه, وفي بعض الاحيان بنمشي ابعد من الكلمات شويه, ونعيش نكون ملانين بالحب ده ونطلع بتفاصيل مختلفه ومختلفه جدا عن 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 غنانا اللطيف ده. اختبار للامتحان, امتحان للفؤاد وللمكانه. يعني البعاد اختبار. يعني محمد عثمان بدري قال شنو؟ قال في دمعي اذا طريتك بين الناس فضحني. وانا قبليها قال شنو؟ انا غافل غرامك دون اعلم شحني. يعني ده هنا حب واي فاي. حب يا سلام. يعني يا سلام. انا غافل غرامك دون اعلم شحني. دمعي اذا طريتك بين الناس فضحني. فضحني. اوكي. انا شايف فؤادك او شنو؟ شنو كده في الحب يمتحني. انا شاعر غرامك في الحب امتحني. في الحب امتحني. نعم. يعني شوف امتحان هنا. يعني يعني الامتحان ده هو فشل فيه قدام الناس كلها, اتفضح فشل في البعاد من حبيبته. يا سلام. ما انا ما دار نتجاوز الحته دي. بما انك انت استدلت بحاجه من احد المقلين, دار برضو نتكلم شويه في يعني مساحه وجيزه قبل ما نمشي ونتكلم من بعيد لبعيد. في تناول اغنيتنا الجايه حيغنيها لنا ضياء السر من بعيد لبعيد, لكن قبلها عايزين نعرج تعريجه بسيطه لكن حلوه ومهضومه ان شاء الله بالنسبه للمشاهدين عن غير السودانيين اللي تغنينا لهم في 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 بنفس المضمون ده. تعرف شعراء المهجر؟ نعم. يعني هم هاجروا, يعني معظمهم طبعا من الشام, يعني الأغلبية سوريين ولبنانيين هاجروا وسمي شعراء وأدباء المهجر. ومن ضمنهم إلياس فرحات كتب عروس الروضة يا ذات الجناح يا حمامة سافري مصحوبة عند الصباح بالسلامة. فزنقار فضل مولى زنقار جاب الأغنية ولحنها, لأن الأغنية فيها شجن وفيها حنين شديد جدا جدا. بعدين قال وهيامي لم يعد فيك هيام بل تعدى. وبعدين شوف زنقار يقول الهيام اعلى درجه, اعلى درجه في الحب, اعلى درجات الحب الهيام. فقال له هيامي لم يعد فيك هيام بل تعدى. فشوف لما زنقار يغنيها, وشوف زنقار ذاته نقل لاب داوود وغيره وغيره وغيره, ولاحظ ذهنه بيحكي عن انه هو يعني شاعر مهجر الى صراحات بيحكي عن حالته, لكن حالته اثرت علينا احنا في السودان. وهي طبعا يعني حتى الاغنيه غنوها كثيرين جدا من 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 فنانين الوطن العربي, لكن زنقار تفنن طبعا وتفرد في اللحن وفي الاداء وبالاحساس. يا باشمهندس نحن هسه قاعدين نتفنن في انه نوصل الحاجه دي في مرحله ثانيه لجمهور مختلف. المفروض. ونحن سعيدين بالحاجه دي. يعني يبدو انه اصغرنا ضياء السر شكلا, لكن هو جايز ما تشوفوه كده حيغني لنا من بعيد لبعيد. من بعيد لبعيد. بالمناسبه من بعيد لبعيد اصغر اغنيه حنغناها ليله لانه مولد 1970. نعم. من بعيد لبعيد هي ذاتها قريبه. أيوة. اصغر اغنيه. اصغر رغم عن انه برضه شاعره محمد بشير عتيق ولحن عبد الرحمن الريح وغناها عوض الجاك. شوف الثنائيه دي. يا سلام. يعني هم ديل من 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 صميم فنانين الحقيقه. انا العلاقه دي ما حقدر اهرب منها في اي مناسبه بتاعت كلام, لكن إخوانيات. هي اخوانيات سبعينيه. اتفضل يا ضياء معلش اخذنا منك الزمن في الكلام.